من أنت؟ رجل تائه في الظلام. ماذا تريد؟ أن أبصر النور. هل تقسم بأنك لن تفشي أسرارنا وستكون خادما مطيعا لأخوية البنائين الأحرار وهيكل سليمان؟ أقسم بدمي وروحي على مساعدة إخواني في أي مكان وأي ظرف. أقسم. ها قد صرت واحدا منا. شكرا شكرا. الماسونية أو البناؤون الأحرار جماعة سرية مثيرة للجدل. البعض يرى أنها تتحكم بالعالم، والبعض يعدها مجرد جماعة أخوية بريئة. أما تاريخ نشأتها ففيه روايات عدة. يزعم دستور الماسونية أن المؤسس هو آدم أبو البشرية، وأن قادتها هم الأنبياء من بعده، نوح وإبراهيم وموسى وسليمان، ثم الملكان يوليوس قيصر وجيمس الأول. وبعضهم يزعم أن الملك النمرود أسس الماسونية قبل عصر سليمان عليه السلام، ووضع رموزها ومصطلحاتها ليميز أعضاءها عن بقية الناس. المؤرخ اللبناني جورج زيدان يرى أنها بدأت سنة 715 قبل الميلاد على يد الملك الروماني نوما بومبيليوس، حين أسس أخويات البنائين وأمرهم ببناء روما، ثم توسع نشاطهم وتناقلوا أسرار المهنة على مر القرون. وهناك من يرجح أن الأحبار الذين حرفوا التوراة من بني إسرائيل أثناء السبي البابلي استلهموا تجارب الجمعيات السرية الأخرى لتأسيس جمعية تحتفظ بأسرارهم، وجعلوا استعادة القدس وبناء هيكل سليمان أهم أهدافهم. وظلت هذه الجماعة تتداول أسرارها في الخفاء حتى ظهر تنظيم فرسان الهيكل أثناء الحملات الصليبية، الذي تبنى أسرار الجمعيات السرية ورموزها قبل أن يقضي عليه الملك الفرنسي فيليب الرابع. فتفرقوا في أنحاء أوروبا وأسسوا محافلهم السرية في الخفاء. بعد الحملات الصليبية بدأ الحرفيون في أوروبا بتشكيل جمعيات للدفاع عن مصالحهم أمام الإقطاعيين. كان الفلاحون مرتبطين بملاك الأراضي ولا يستطيعون الانتقال إلا بشروط صعبة. أما المهندسون وعمال البناء فكانوا ينتقلون بحسب طلبات رجال السلطة والكنيسة، ويجمعون ثروات ضخمة مقابل أعمالهم. وهكذا تضخمت جمعيات البنائين الأحرار وأصبحت نوادي خاصة لتداول أسرار المهنة ورموزها. ووجد فيها بقايا فرسان الهيكل فرصة للعمل واستعادة النفوذ، وتغلغلوا من خلالها في القصور ومواقع السلطة. في منتصف القرن الرابع عشر ضرب الطاعون أوروبا كلها وفقدت نحو ثلث سكانها. تفككت المجتمعات وانهار النظام الإقطاعي، وبدأت الأفكار المعادية للدين بالانتشار، وعاد الاهتمام بالوثنية والسحر. وهكذا وجد الماسون فرصة لنشر أفكارهم، وتحولوا بالتدريج من جمعية حرفية إلى تنظيم فكري وسياسي يستهدف النخبة في كل مكان. في عام 1717 ظهرت الماسونية للعلن بتأسيس محفل إنجلترا الأعظم في لندن، ولم تعد مقتصرة على البنائين. وبعد 5 سنوات وضعت دستورها الأول، ثم توالى ظهور المحافل الكبرى في إيرلندا وأسكتلندا وفرنسا، ويتبع كلا منها عشرات المحافل المنتشرة بأنحاء أوروبا وأمريكا، ثم بقية قارات العالم. تعتمد الماسونية التنظيم الهرمي، فلكل محفل أستاذ أعظم، ويترقى العضو بين 33 درجة، وكلما أثبت ولاءه كشفت له أسرار الوجود والعقائد السرية للماسونية، ويهدد بالقتل حال كشف الأسرار أو الانسحاب. تعلن الماسونية احترام الأديان بالتساوي وتبجيل مهندس الكون الأعظم، وفي الدرجات العليا يكتشف العضو أن الولاء لإبليس وليس للخالق جل وعلا، وأن الهدف هو بناء هيكل سليمان في القدس. تتنافس المحافل الماسونية الكبرى فيما بينها، ومع ذلك نجحت في الانتشار حول العالم، وضمت الزعماء والأثرياء والمفكرين والفنانين إليها، ولديها اليوم حضور قوي في الأمم المتحدة ومنظماتها. في الولايات المتحدة كان 8 من الموقعين على إعلان الاستقلال من الماسون، و13 من الموقعين على الدستور، و16 رئيسا أيضا، وربما هناك المزيد. أما لدينا فانتشرت عشرات المحافل في أواخر عصر الدولة العثمانية، و
وكانت تتبع المحافل الأوروبية وتنشر الأفكار العلمانية حتى نجحت في إسقاط السلطان عبد الحميد الثاني تمهيدا للقضاء على الخلافة واحتلال فلسطين. وبعدما ثبت ارتباط الماسونية بالصهيونية أغلقت الحكومات العربية كل المحافل في الخمسينيات، لكن أجنداتها ما زالت تطبق حتى اليوم بنجاح. تعد هذه التنظيمات السرية أحد أشكال التدافع بين الحق والباطل الذي لا ينتهي إلى قيام الساعة، وفرق كبير بين قبولنا بدور أحجار الشطرنج التي يحركها من شاء متى شاء، وأن نكون فاعلين أصحاب مبادرة وقرار ندفع الباطل بقوة وعزيمة ونقابل المكر بالوعي والعمل، حينها فقط لن يكون للماسونية ولا لغيرها علينا سلطان ومهما نجحوا، فهذا لا يسوغ لنا المبالغة في تقدير قوتهم ولا التغافل عن مخططاتهم. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين.